والله طبقا لكتابي ابن غنام وابن بشر وهما مؤرخان متعاطفان مع او بالاحرى هما محسوبان على الدوله الوهابيه. كان ينظر الى معظم القرى والمدن التي حاربت محمد عبد الوهاب على اساس انها اما طوائف ممتنعه او كافره. اما طوائف ممتنعه اللي يجب قتالها كما قتل الذين منعوا الزكاه، او كافره كفرا يعني رده او كفرا اصليا، يعني حتى بعضهم كان ينظر لهم كفر اصليا. ففيها لا شك ان هذه الممارسه كان فيها تطرف في تكفير الاخرين، بل ان مراسلات محمد عبد الوهاب كانت تدل على التي وثقت في هذه الكتب كانت تدل على مثل هذه النظره.